السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معكم في بث حي مباشر من مطار بن غوريون، نرصد عودة أول فوج من حجاج بيت الله الحرام، وتقريبا أول حاج خرج، الحاج يحيى مرعي. حاج يحيى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول الحمد لله رب العالمين أنه ربنا قدرنا على أن نكون بهذا أحد الأركان الدين الإسلامي وهو الحج. ثانيا عملية الحج، قمنا بجميع مناسك الحج كاملة، بدأناها من يوم التروية، يوم عرفة، يوم المزدلفة، الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة، قبل كم كان كمان الطواف، ومن ثم وقبلها كان رجم العقبة، وثلاثة أيام التشريق كاملة كنا بواجب فيها، وهذا بمساعدة أخونا وحبيبنا أمير الباص رائد ناشف. كيف المشاعر؟ المشاعر جدا كانت إيجابية جدا حلوة. الإشي كان صعب جدا ولكن حلاوتها بصعوبتها، فعلا كان الإشي صعب جدا، ولكن هذا وأنا بتمنى لكل إنسان، لكل مسلم ممكن في عنده إمكانية إنه حج، لأنه هذا إشي مليح جدا، وهذا أحد أركان الدين الإسلامي. على السلامة وشكرا لك. الله يخلي لي. الله يسلمك. تسلم. ميسون، شو بتقول الأهل الطيب اللي بيستنوا فيك؟ بقول لهم ان اشتقت لهم كثير، صح تعبنا كثير بالحجه، بس الحمد لله رب العالمين اللي ادينا المناسك، وانا عملت كل شيء وبكوتي. صوره بتنسيهاش من مكه، من المدينه. الكعبه شعور مش طبيعي، كل ما تشوف الكعبه وانت واقف بتشتكي لها يعني اكثر، بعدين راحة نفسية وانت تطلع على الكعبة، راحة نفسية، طمأنينة، حلو، اشي حلو. على السلامة، مبروك. غريب. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. علي عويضة. قرب بس شوي على الكاميرا. علي عويضة من الطيبة. ايوه. مبروك الحاج. بارك فيك حاج. كيف تركت مكة؟ الحمد لله كان كل شيء تمام، الحمد لله اللي عنا على قيام فريق الحاج لهي العام، الحمد لله على المقيمين اللي ساعدونا في الترتيبات على أكمل وجه، على أكمل وجه، والترتيبات كانت منظمة، ونشكر الشيخ رائد ناشف على المساعدة والترتيبات اللي كانت معنا دائما، ويساعد كل الحاج، والحمد لله ربنا عنا على قيام الفريضة. الحمد لله على السلامة. مبروك. شكرا شكرا. الحاج دلال مصار، والحمد لله على السلامة. الله يسلمك يرضى عليك. الحمد تعبانين؟ الحمد لله. الله يطعمه لكل الناس يا الله. كيف بكت الأجواء في مكة؟ بتجنن. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. الله يطعمه لكل مشتيها. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. إن شاء الله عقبال عندكم. السلام عليكم. شكرا لك. الحمد لله على السلامة شيخ رائد. الحمد لله على السلامة. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك كريم. بهاء عظيم. يعطيك العافية ومبروك الحاج. الله يبارك فيك وعلى عندك إن شاء الله يا رب. كيف كانت الأجواء في مكة؟ والله أجواء رهيبة، أجواء إيمانية، أجواء رائعة، يعني بتمناها لكل إنسان يزور هاي البلاد اللي ما زارها، يعني أنا كأول مرة بزورها، يعني الحمد لله، يعني كثير أنا متلهف إني أرجع كمان مرة وكمان مرة وكمان مرة، يعني ما ما ما, ما الواحد بيقدر يوصفها هاي، لازم أنت تزور هناك عشان تشعر في الشعور اللي إحنا شعرنا فيه. قديش الإشي كان متعب؟ الإشي متعب، الإشي مش سهل، مش أنت مش طالع رحلة استجمام، هي عبادة، ف هي مفروض تتحمل، فيها مشقة وفيها تعب وفيها تضحية وفيها صبر،
فالمفروض ان احنا نتحملها طالعين واحنا عارفين احنا مش طالعين رحله استجمام. صوره بتنساهاش معك، تاخذها معك لطول الحياه. طبعا انا اول مره بزور هاي البلاد المقدسه، اول ما دخلت صحن الكعبه وشفت الكعبه يعني عن جد يعني اجاني شعور جدا جدا رائع جدا رهيب، وهيك بتصفن يعني عن جد شعور جدا رائع. هي على السلامه. الله يسلمك. الله يسلمك، يرضى عليك. تفضل حاج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حسين خالد المجاهد عواد من طمره. كيف كانت رحلة؟ الحمد لله رب العالمين، كل شيء تمام. كان معنا مرشد اسمه إيهاب ذياب أبو الفريد، الحمد لله كان داير باله على الجميع. أول مرة بتحج؟ أول مرة بحج. كيف كانت الأجواء؟ الحمد لله رب العالمين، أجواء دينية، بتشعر إنك في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، شكرا لك. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو الاسم؟ محمد توفيق ذياب. ايش؟ محمد توفيق ذياب من طمرة. بس نوقف هنا عشان الكاميرا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو الاسم؟ لي اسمين، اسمي نهلة عادل الدياب ومها عادل الدياب. من طمرة. كيف كانت الأجواء في مكة؟ كانت بتأشعر الأبدان، إشي رائع جدا. بالتاريخ السعودي ما مر إشي من هالشكل حج، ما شاء الله. ما شاء الله كيف كنا نتابع الأشياء وشفنا شوف عينينا عدد هائل جدا جدا. حاج احكي لنا صورة هيك شفتها ولا عمرك شفتها بحياتك في مكة بتنساهاش؟ المكة المكرمة، الكعبة، مسجد الرسول، الحرم، عرفة بحد ذاتها، النفرة لما طلعنا من عرفة. هذا بالتاريخ، هذا كنت أسمع إمياتني يموتوا فيه الناس، بس النظام اللي شفناه غريب من نوعه. جبتوا هدايا للأحفاد؟ هدايا لا، دفعنا كمان زائد، دفعنا. على السلامة. الله يسلمك، أهلا فيك. ريال هاي محطة. هلا السلام عليكم. سورية. الحمد لله على السلامة. سورية. تعالي سورية، تعالي. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. شو الاسم؟ سورية أبو رومي. من وين؟ من طمرة. خلينا نقرب شوي. من طمرة. كيف كانت الرحلة؟ تجنن. شو أكثر إشي حبيتي؟ تعبدنا بالدين أكثر، وكمان مع الحج إيهاب ساعدنا كثير. مين معك؟ مين كان معك برحلة الحج؟ كان معي وائل الكايد، كان معي ابو اشرف، كان معي الحج ايهاب، كان معي من دار ابو، من كل العائلات، من دار ذياب، كلنا اخوي وتعبدنا وشفنا الاله نزل علينا الحمد لله. كيف كان شعوركم لما طلعتوا من مكه؟ يعني احلى شعور بحياتي، اول مره يعني بنحس هيك شيء، دموع كلها تنزل، انبسطنا، كيفنا. الحمد لله على السلامه. يعني احسن رحله بحياتي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، الله يخليك، الله يقدركم، كل عام وانتم بألف خير. على السلامه. احنا في بث مباشر في التلفزيون في قناه هلا. ايوه من هناك نقرب شوي على الكاميرا. شو الاسم؟ نصير عثمان. من وين؟ من طمره. كيف كانت رحله الحج؟ رحله ممتازه، ممتعه جدا جدا، بالاخص مع الاخ هنا الشيخ. خلينا نقرب بس شوي على الكاميرا حق اهل طمره يشوفوه. حج قديش انبسطت؟ بلايا بلايا بلايا. السلام عليكم. عليكم السلام. فريزه عثمان. كيف كانت الأجواء في طمرة؟
في مكي عفوا. والله الحمد لله بتجنن، ولا إشي كان ناقص، كل إشي مليح بارك الله فيهن. لا الحمد لله انبسطنا. طيب من بين الحجاج الدكتور سهير دياب رئيس بلديه تمرة، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك حبيبنا، الله يسلمك. بس نقرب شوي على الكاميرا حبيبنا. كيف كانت الاجواء في مكه؟ ولا اروع، اجواء رائعه جدا، وكميه هائله من الناس، يعني يقدر بالملايين. انا بقدر من فوق 6-7 مليون. مين رافقك في؟ نقول الحكي مش مثل الشوف، وفي مثل بقول. انا عارف انت جاي من سفر، بدنا نطلع على الكاميرا خلي الناس يشوفوك اهل تمرة. ايه ايه مشهد هيك راح يرافقك طول العمر شفته هنا؟ طلع اولا المدينه المنوره، ثانيا لما تشوف الكعبه هذا مشهد رائع جدا، من الصعب وصفه، لا يمكن تكون كلمات تصف هذا الشعور لما انت بتصل وبتشوف الكعبه، كميه الناس الهائله، الروعه في ذلك انه من كل اقطاب العالم، كل اللغات، كل الحضارات، من كل البلدان تجمعنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لما يرفع الأذان سكوت، يعني نقول إحنا أخوة في الدين، يا ريت العالم كله نعيش يوميا كيف هاي الأيامات اللي عشناها في مكة المكرمة، وأملنا إنه الأمن والأمان والسلم والسلام والصحة والعافية والسعادة والهناء يكون لكل سكان الكون إن شاء الله رب العالمين. بمنع عنا الحروب والفقر والجوع والمرض والوباء والبلاء. الحمد لله على السلامة الدكتور الحاج سهير دياب. شكرا جزيلا سهيل، بظلوا دائما ألطف وأحسن، والحمد لله رب العالمين. قمنا بفريضة من الفرائض الإسلام، ركن من أركان الإسلام. الحمد لله أنه كل حجاج طمرة وصلوا سالمين بخير. نتأمل كل إخواننا من كل أقطاب العالم، كل حجاج من كل أقطاب العالم يعودوا لبيوت غانمين سالمين. أنتوا أول فوج عمليا؟ إحنا أول فوج وصلنا الحمد لله على السلام. الله يسلمك حبيبنا، الله يسلمك. Thank you.
الحمد لله على السلامة. السلام عليكم. السلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. حج أم العابد حج عيا من الطيب. يا رب الله يخليك. قديش تعبتوا؟ إيه الحمد لله مش يعني بكل شيء متسهل بكى وكل شيء مليح الحمد لله. شو أزيد إشي بكيتي مبسوطة فيه هنا؟ كل شيء كل إشي كل إشي فيه مبسوطة. بتجنن إشي. الله يطعمها لكل مشتي يا رب. قديش مشتاكة للأولاد والأحفاد؟ تسألش قديش؟ تسألش؟ كثير زيادة عن اللزوم الحمد لله. ضم كلهم بيستنوا فيي بالدار. الحمد لله على السلامة. الله مبروك الحاج. قبل عندك إن شاء الله. الله يبارك فيك يا رب يخليك. تسلم حبيبي. تسلم يا رب. إذن مشاهدي ومشاهدات قناة هلا، نقلنا لكم وصول الفوج الأول من الحجاج من البلاد، من مدينة الطيبة، من طمرة، وأيضا من يافا. هذا أول فوج من حجاج المواطنين العرب من الداخل الذي يعود إلى الديار بعد أن أدوا مناسك الحج. كنا معكم في بث حي مباشر عبر قناة هلا وموقع بنت. شكرا لكم على حسن المتابعة.